طيب خلونا نستقبل تليفون من كابتن هشام يكن، كابتن مصر وطبعا نجم نادي الزمالك. مساء الخير يا كابتن. زيك كمان. مبروك يا كابتن. الله يبارك فينا لينا جميعا. قول لي بقى عملت ايه وقت ما الحكم صفر وخلاص كده الزمالك مع البطوله؟ احكي لي عن احتفالك. الاحتفال كنا مجموعه اللعيبه الكبيره كانت طبعا موجودين، كنا في منزل الكابتن ايمن يونس وجمال عبد الحفيظ، طبعا مجموعه كبيره طبعا موجوده. الفرحه طبعا كانت كبيره جدا لان كنا اخر ربع ساعه مضغوطين بشكل غير طبيعي، وطبعا انت عارفه الهدف مش يعني صعب جدا تعويضه في الوقت ده. وطبعا الجماهير، وجود الجماهير هو ده اللي كان يعني انا فرحتي كلها الجمهور طبعا، يعني الجمهور ده يعني حاجه عظيمه، ويكون في علمك ان ده اللي بيبني شخصيه اللاعب. يعني فاهمه مين لعيب يقدر يتحمل تحت الضغط الجماهيري ده، التشجيع وطلب ال 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 طبعا بيبقى دايما الجمهور طلبوا الفوز بالبطوله والفوز بالمباراه، فطبعا اللعيبه استجابت طبعا الحمد لله للموقف، مع ان طبعا عندنا شويه حاجات لكن الفرحه تنسينا صح. دلوقتي السلبيات. شغلنا الفتره لان احنا لازم نفكر في ازاي ندعم الفريق اكتر واكتر، لان الفريق برضو محتاج دعم جامد جدا جدا برضو. يعني في مجموعه طبعا هايله، وفي مجموعه ممكن تزيد مع الوقت، وفي مجموعه ما لعبتش اصلا يعني ما شاركتش لسه ما استفادتش وجودها. لكن طبعا اللي عارف الاول وفي الاخر بنقول مبروك لنادي الزمالك، مبروك لاداره نادي الزمالك، مبروك للجمهور العظيم، مبروك لينا جميعا البطوله اللي بنتمنى ان احنا ما نطلعش الموسم ده كنا من غير اي بطوله. خاصه ان انت الحمد لله، انا كانت امنياتي يا كابتن ان انت تبدا يعني اول بطوله تاخدها في الموسم تبقى بطوله قاريه بصراحه زي الكونفدراليه، يعني هتفرق كتير جدا جدا مع الفريق معنويا وماديا وكل حاجه. كل حاجه طبعا اكيد طبعا، الناس كلها هتدعمك، وفي نفس الوقت هتحل لك مشاكل كتير بالظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها كنادي الزمالك في حاجات كتير جدا، الايقافات اللي بتجيلنا والحاجات طبعا اللي بتجيلنا دي طبعا يعني عامله صداع جامد جدا في داخل نادي الزمالك. لكن ان شاء الله باذن الله كله يتحل، وكله بالوقت ومع الوقت ان شاء الله باذن الله كله هيتحل. طبعا يا رب ان شاء الله. يعني تقييمك لعمل مجلس اداره نادي الزمالك بقياده طبعا كابتن حسين لبيب، يعني حضرتك تقدر تقيم لي كده الدنيا ماشيه ازاي؟ بس هو طبعا احنا يعني منتظرين الكثير والكثير، لكن طبعا الظروف صعب قوي اللي هم يعني بيعدوا بيها او بيمروا بيها. بيمروا بيها، فطبعا دي حاجات يعني طبعا احنا بقى محتاجه ان احنا كلنا نتكاتف، صح؟ ما يبقاش بتاع ده، مش عايز اقول ان مجلس الاداره لوحده هو اللي صاحب القرار، لا، انا عايز اقول ان كل الناس بقى يعني بدل هتسند نادي الزمالك بقى كل الناس، الاداره ما الا هي عنصر اتخاذ القرار. يعني وطبعا يعني النهارده لما نقدر نشوف عمليات التمويل اللي لازم تتم مثلا بأفكار جديدة، بفكر جديد، بشغل جديد، الحاجات دي كلها مع طبعا المراعاة ان احنا النادي طبعا بيمر بمرحلة صعبة، مع حاجات تانية برضو مخلية الواحد يعني مش مصدقين اللي بيحصل. وطبعا النهاردة عشان تعملي نادي تاني الموضوع بقى 10 أضعاف، القصص بقت صعبة علينا، فعشان كده لازم كلنا نتعاون. دي أهم حاجة. مجلس الإدارة عامل اللي عليه، النهارده قدر يحقق انجاز البطوله. يعني في ظروف صعبه جدا، فدي ده حاجه طبعا كويسه جدا تحسب لهم. طبعا دي حقيقه، وهم انا دايما بقول هم عملوا بصراحه مجهود كبير جدا الفتره الاخيره، وورثوا برضو كان عندهم ارث كده مشاكل صعبه جدا، الحمد لله قدروا ان هم يتخطوها. فهم برضو بيعملوا على قلب رجل واحد، معاهم اللعيبه معاهم الجهاز الفني، كلنا بصراحه وكلنا برضو كجماهير الفتره اللي جايه مطالبين ان احنا نبقى على قلب رجل واحد، وكلنا مع بعض هنعدي طبعا بكل الازمات. طبعا اكيد طبعا احنا ممكن يعني كلنا محتاجين بس يعني الهدوء
والتنظيم. كل واحد لو يعرف دوره وعمليه التنظيم تتم ويتعمل نوع خريطه معينه، بان احنا نقدر الخريطه دي كل واحد وياخد دوره يشتغل في هدوء، هنبتدي نشتغل. دي حقيقة. هنبتدي نعمل، هنبتدي نحقق. لكن احنا مشكلتنا ان احنا نجني طبعا ثمار. انت عملنا مجهود كبير جدا جدا الفترة الأخيرة طبعا عشان نتوج بالكونفدرالية. مين يا كابتن من وجهة نظر حضرتك كان نجم البطولة؟ لا، جمهور. الجمهور. ما اقدرش اقول. بص، اللعيبة عملت اللي عليها بحدود امكانياتها، في حدود. خلي بالك ان في لعيبة لأول مرة تشارك افريقيا، يعني وده تحت ضغط. اللعيبه برضو لما نيجي نتكلم على الجزء البدني برضو افريقيا بيبقى محتاج، لان انت عنصر السفر والاجهاد بيبقى داخل من ضمن الحاجات اللي هي اللي موجوده في اللاعب. يعني انت النهارده بتسافري وبتروحي وبتركبي طياره وبتنزلي وهبوط ونزول ودخول ونوم في المطار ودخول على الاوتيل وخروج من الاوتيل ومقابله الملاعب وحاجات كتير جدا فبتقابلك. فلما بتروح عشان تأدي المباراة بتبقى تحت ضغوط كتيرة قوي. والجماهير الجماهير كانت ما شاء الله كانت كتير جدا. يعني أنا يعني أنت النهاردة عايز أقول إن جمهور الزمالك كبير. إحنا بس يعني مشكلتنا إن إحنا بنقول عليهم هم قليلين. لا، هم مش قليلين. هو بس عايز اللي يفرحهم، صح، عايز اللي يخرجهم من الـ من الـ من القصه دي. احنا يمكن امور كتير جدا بتقابلنا في الدوري وبتقابلنا في التحكيم وبتقابلنا بتاع، فعشان كده الناس مش عارفه. لكن افتكر ان الفتره دي وهي فتره جميله جدا، المفروض مجلس الاداره النهارده بيعمل عليها اللي هو ازاي نجمع اولادنا وازاي نبتدي نكون لينا دور كلنا مع بعض. في الاخر هنساهم بالنهوض بنادي الزمالك من جديد بشكل حلو، بشكل يتناسب، علشان ما يبقاش لينا ديول بره ما بتحققش حاجه ومش عايزه تحقق، او سلبيات. فاحنا نقلب السلبيات دي الايجابيات. يعني الحاجات دي كلها طبعا افتكر مع الوقت، وافتكر ان مجلس الاداره بيلم بالموضوع ده، واكيد هم حاطين في دماغهم حاجه. لكن طبعا انت عارفه كل حاجه بتاخد وقتها شويه. دي حقيقه يا كابتن. اخيرا يا كابتن، رساله حضرتك ايه ل الجهاز الفني وكمان للعيبة، خاصة ان انت داخل كمان اولا عندك منافسة في الدوري وبعد كده السوبر الافريقي، فيعني حضرتك تقول لهم ايه عشان يستثمروا طبعا الفوز بالكونفدرالية؟ عارفة البطولة والحاجات دي كلها بترفع من قدر اللاعب. يعني كل ما بتزيد بتزودي ثقة اللاعب. كل ما بتاخد بطولة وبتكسب بطولة بتزيد ثقة اللاعب عند ايه؟ عند نفسه. يعني بتلاقيه هو نفسه بيبقى اكتسب حاجات كتير جدا. فالحاجه اللي بيكتسبها ما ينفعش ان احنا نقللها تاني. احنا محتاجين الجهاز الفني لازم يكون في شغل ليه علاقه بتصليح اخطاء الفرديه. لان اللعيبه، في لعيبه كويسه جوه الملعب قاموا بدور كويس، احمد حمدي هايل، محمد شحاته هايل، دونجا كان هايل طبعا. يعني كلهم عمر كانوا هايلين. عمر جابر، فتوح، عواد، كلهم الصراحه، كلهم بصراحه يعني. لكن احنا عندنا مثلا مشكله في خط السيرد باكات. عندي مشكله، انا بلعب المفلوس بيلعب سيرد باك، فاحنا عندنا أخطأ. لكن هو مشكله عنصر الوقت ان هو يصلح امور جوه الملعب. محتاجين حسام لعيب كويس، صح، بس محتاج عارفه اللي يلمعه. محتاج عليه ضغط شويه، الولد لسه صغير، صح، وما فيش لسه خبرات تفاعليه او تعامل مع الغير. هيجي مع الوقت يا كابتن، وان هو ياخد ماتشات اكتر واكتر. لا، هو مش الماتشات اكتر، هو لازم التدريب على صفات معينه. يعني انت النهارده، انا كلاعب سيرد باك لازم امتاز بكل حاجه، لان انا بلعب على اخطر بوزيشن اللي هو ايه؟ الفرود.
هو اللعيب اللي بيلعب القرود في نادي اخر ده بيبقى مهارته عاليه، عنده كروس الهيدرز عالي، عنده الكره اللي يقدر يخترق ويسجل اهداف بالظبط كده، فبيسجل اهداف، عنده ثبات انفعالي في حته ال 18، يقدر يحط الجون بطريقه معينه. فلازم يجب ان يكون اللاعب الاخطر ذهنيا هو يكون السرد باك، لان علشان امنع خطوره لاعب زي ده لازم يكون اللعيب ده بيمتلك حاجات كتير، اسلحه كتير، يعني صح. الاسلحه مش بس ان هو يمتاز بالهيدرز، لا لازم يمتاز بالتاكلينج مثلا. طب انا ما شفتش حد يعني الزحلق دي صفه مهمه جدا عند الباكين او عند السد باكات، فمفروض اكيد طبعا عليها. يعني خاصه انا متفائله جدا يا كابتن مع جوميز، يعني جوميز طبعا بيعالج الاخطاء بصراحه سريعا جدا. هو ده اللي احنا عايزينه، نعالج الاخطاء سريعا يا رب علشان ان شاء الله نقدر ننافس على اللي جاي يا رب ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. شكرا يا كابتن والف مبروك، ويا رب دايما بكلم حضرتك في الافراح والبطولات.